حبايبي أبطال أولى ثانوي، إيه الأخبار؟ يا رب كل حاجة تكون ماشية معاكم كويس إن شاء الله. في الفيديو ده هنحل كويز نمبر 1 في الجيومتري بوكلت المعاصر. تعال بص معايا كده على أول إكزامبل، بيقول لك تو سيميلر بوليجونز الريشيو بتوين لينث أوف تو كورسبوندينج سايد إن ذيم إز 2 to 3. If the perimeter of smaller is 14 then the perimeter of bigger is. طبعا بدام التو بوليجون بتوعي سيميلر كان بيبقى عندي حاجة اسمها سكيل فاكتور اللي هو مديها لي 2 to 3 دي اللي هي 2 over 3، دول كده البروبورشنال بتاع الكورسبوندنج سايد، ومديني البريمتر بتاع السمولر. بالعقل كده البريمتر بتاع السمولر احطه فوق ولا تحت؟ احطه فوق. ليه طيب؟ علشان الرقم الصغير فوق، فيبقى هنا البريمتر بتاع السمولر يتحط فوق وهو عايز البريمتر بتاع البيجر، فأنا هنا أحط البريمتر بتاع البيجر تحت. أنت بقى عايز إيه؟ عايز البريمتر بتاع البيجر، فتقدر تقول لي 3 multiply 14 over 2، عملت cross multiplication ده في ده على ده. احسب بقى الكلام ده تلاقي الانسر طالع ب 21 اللي هي نمبر دي. نمبر 2 مديك 2 ريكتانجلز وبيقول لك ان هما سيميلر، ومديك اللينسز بتاعت 3 سايدز وعايز الاي واي دي. طيب اولا كنت اقول لك اول ما يقول لك عندك سيميلر تروح على طول تعمل بروبورشنال. بروبورشنال يعني هقول له الاي بي على ال A X equal B C على ال X Y equal C D over ال Y Z equal ال A D over ال A Z. وتعالى نعمل substitution. ال A B ال A B أعرفها، قال لي آه ال A B قد ال C D لأن ده rectangle، فال AB تبقى ب 16 over ال AX. هل انت تعرف ال AX؟ قال لي اه ال AX زي ال YZ بالظبط، فيبقى ب 12 equal ال BC هو مديها لي ب 12 على ال XY. هل انت تعرف ال XY دي كام؟ لا خلاص يبقى اكتبها XY بس خلاص. هات لي بقى ال XY، تعرف تجيب لي ال XY؟ قال لي اه cross multiplication 12 multiply 12 over 16. احسب الكلام ده تلاقي ال A ال XY سوري طلع معاك ب 9، يبقى انا جبت ال XY ب 9 سنتيمتر. انت بقى عايز ايه؟ عايز ال AY. انت هنا عايز ال AY، وطبعا انت عارف ان الريكتانجل اي حرف فيه 90 دي ب 90 دي ب 90 دي ب 90. طب ما خلاص انا معايا دي ب 9 ومعايا الاكس اي ب 12، طب ما اقدر هنا ببايساكرس اجيب الاي واي، ادي الواي ادي الاي ادي الاكس، واحنا جايبين الاكس ب 12 وجايبين الواي اكس ب 9، يبقى سكوير روت 9 سكوير بلس 12 سكوير تحت السكوير روت يدوني ال AY بكام. احسب كده تلاقي الانسر بتاعك طالع ب 15 سنتيمتر اللي هي نمبر C. تعال نشوف example number 3. بيقول لك two similar triangles in which AB over XY equal AC over Y Z equal BC over Z X which of the following is false. طيب انا ممكن احل السؤال ده بطريقتين، ان انا مثلا اجرب الاختيار الاول اللي هو مديهولي ده اشوف هل الترتيب بتاع الحروف مظبوط ولا لا. يعني ايه؟ يعني هنا هو بيقول لك الاي بي سي سيميلر لاكس واي زد، اعمل لهم بروبورشنال يبقى اي بي اوفر الاكس واي ايكوال البي سي اوفر الواي زد ايكوال الاي سي اوفر الاكس زد.
هل الترتيب اللي انا مطلعه ده الـ corresponding sides دول زي دول AB over XY؟ اه دي صح. هنا بقى BC over ZX وهنا over YZ. اه يبقى دي غلط، دي ما تنفعش، يبقى الترتيب مش مظبوط هنا. فأول واحدة يبقى هي دي الوحيدة اللي فولس في الفور تشويسز. طيب الطريقة التانية مستر ازاي؟ ممكن تطلع الحروف من هنا على طول. هنا AB، خد الحرف اللي ناقص، AB يبقى السي، AC الحرف اللي ناقص، B البي سي الحرف اللي ناقص، A يبقى ده similar لي هنا XY، الإكس واي الحرف الناقص زد، الواي زد الحرف اللي ناقص إكس، الزد إكس الحرف اللي ناقص واي، يبقى ده الترتيب المظبوط. هتقولي طب ما دي مش موجودة في الأربع اختيارات، لا يا حبيبي موجودة، A B C هي هي C B A، هنا زد إكس واي هي هي واي إكس زد، فتطلع ده الاختيار مظبوط صح، ودي غلط، تمام؟ بس خلاص. تعال نشوف example number 4. بيقولك which of the following is always true؟ all regular polygons are similar. لا لازم تكمل، لازم يقولك having the same number of sides. all squares are congruent. لا مش شرط. all equilateral triangles are similar. آه دي صح، دي كلام مظبوط. طب تعال نشوف number 5. LMN similar ل XYZ ودول 2 triangles، يعني أنا عندي triangle أهو اسمه LMN similar ل triangle تاني اسمه XYZ. لازم ال L تبقى زي ال X وال M تبقى زي ال Y وال Z تبقى زي ال N. طيب هو مديك ميجر انجل ال ب 35، يبقى من غير ما افكر ميجر انجل اكس ب 35، ومديك ميجر انجل زد ب 75، يبقى من غير ما افكر ميجر انجل ان ب 75، وعايز ميجر انجل ام. طب ما خلاص انا معايا التو انجلز دول، اقدر اجيب الانجل الثالثه اللي هي ميجر انجل ام، اقدر اجيبها 180 ماينس 2 انجلز التانيين اللي هي 35 بلس 75. احسب بقى الكلام ده تلاقي الانسر بتاعك طالع بي 70 ديجري اللي هي نمبر دي، تمام. تعال نشوف اكزامبل نمبر 6. بيقول لك if الكي is a scale factor of similarity between two polygons، والتو بولجونز هو مسمي اول بولجون M1 والتاني بولجون M2، where M1 is reduction of polygon M2. reduction يعني اكنه بيقول لك minimize او shrinking. يعني ايه minimize او يعني ايه shrinking؟ يعني شكل مصغر منه. فكنا بنقول مادام الشكل اللي هو البوليجون الاولاني شرينكينج او ريدكشن او مينيمايز من البوليجون التاني شكل مصغر منه، ففي الحالة دي السكيل فاكتور بتاعي يبقى بين الزيرو وبين الوان اللي هي نمبر دي. تعال نشوف اخر سؤال في كويز نمبر 1. بيقول لك عندي بوليجون اسمه ABCD وبوليجون تاني اسمه XYZL، التو بوليجونز دول سيميلر، من غير ما افكر عندي سيميلر يبقى عندي بروبورشنال AB over XY equal BC over YZ equal CD over ZL equal AD over XL. تعال بقى هنا نروح نعوض الـ AB تعرفها؟ ما عرفهاش. طب الـ XY تعرفها؟ لا برضو ما عرفهاش، وكنت أقول لك اللي ما تعرفوش ما تاخدوش، ما تاخدوش ولا تكمل بيه، يبقى ابعد ده عن السكة بتاعتي. أكمل الـ BC أعرفها؟ آه الـ BC بـ 12 يبقى حلو قوي.
الواي زد اعرفها، مديها لي بام بلس 2. طب يا مستر هو مش مديها لي برقم صريح، مفيش مشكله، اكيد هيطلب الرمز، اكيد هيطلب السيمبل ده. طيب السي دي تعرفها؟ قال لي 50. الزد ال تعرفها؟ قال لي 10. بص رقم فوق ورقم تحت، يبقى ده السكيل فاكتور بتاعي. تمام. الاي دي تعرفها؟ الاي دي ب 2 كي بلس 1. الاكس ال تعرفها؟ ب 6. بس خلاص، تعال بقى شوف هو طالب ايه. اول سؤال بيقول لك فايند سكيل فاكتور بتاع البوليجون اي بي سي دي للبوليجون اكس واي زد ال. ده خد بالك هو طالب اي تو اي، ايه اللي محطوط الاول وايه اللي محطوط التاني. البوليجون اي بي سي دي تو بوليجون اكس واي زد ال، يبقى انت كده عامل بروبورشنال مظبوط، انما لو كان عكس فانت كنت هترتب الحروف بالشقلوب، يعني بدل ما يبقى البي سي والسي دي والاي دي والاي بي فوق يبقوا تحت، وهكذا اللي تحت ده يطلع فوق. بس خلاص، يبقى انت كنت هنا جبت السكيل فاكتور اهو، بس حطها لي في ابسط صوره، حطها لي في السمبلست فورم، فتلاقيها طالعه ب 3 اوفر 2. 15 اوفر 10 يديك 3 اوفر 2، هو ده السكيل فاكتور. خلاص حلو قوي، هات لي بقى الفاليو بتاعه الام والكي. انا لسه قايل لك 15 اوفر 10 ب 3 اوفر 2، يبقى دي كلها ب 3 اوفر 2 ايكوال 12 اوفر ام بلس 2 ايكوال 2k بلس 1 اوفر 6 كروس مالتيبليكيشن. ده لوحده تجيب الk، وكروس مالتيبليكيشن ده لوحده تجيب الm. 2 مالتيبلاي 12 يديك 24، و 3 مالتيبلاي m يديني 3m، بلس 3 مالتيبلاي 2 يديني 6. ودي الرقم الناحية التانية، يبقى 24 ماينس 6 يديني 18، يبقى 3m ايكوال 18، يبقى الام بتساوي 6. يبقى انا كده جبت الام، ونفس الحركه اجيب الكي، 6 ملتبلاي 3 يديني 18، 2 كي ملتبلاي 2 يديني 4 كي، 1 ملتبلاي 2 يديني 2. ودي السايد الثاني وعكس اشاره، يبقى 4 كي ايكوال 18 ماينس 2 يديني 16. اعمل ديفايدد 4 تلاقي الكي عندك طالعه بي 4. يبقى انا كده جبت الام وجبت الكي. وبكده بفضل الله نكون خلصنا كويز نمبر 1. يا رب اكون فدتك بقدر كافي. لو عندك اي مشكله او اي استفسار تواصل معانا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، او ممكن تتواصل معانا على الرقم الواتساب الخاص بينا، او سيب لي حتى المسج بتاعتك في الكومنت بتاع الفيديو. اشوفكم على الف خير، باي باي.